انت عارف عيد الحب امتى؟ سمعت يوم الخميس وفي ناس بتقول الاربع. هو عيد الحب بيبقى في شهر 2 اللي احنا فيه ده. بس الفالنتين مش عارف بيبقى في شهر 11 شهر 10 حاجه زي كده. يعني ده غير ده. ده غير ده. مرتبط بجد والله. بتاع 2 مرتبط باتنين والاتنين ولاد عمه وولاد خاله. هم عارفين؟ لا دي مش عارفه ودي مش عارفه. على ما وزننا على عيد الفالنتين. على ما ايه؟ أظن الفالنتين. فالنتين بونيو. تعالي انت مرتبطه بونيو. مرتبطه. طب انت مقتنع بالورد يتجاب في عيد الحب؟ ليه بقى؟ اول حاجه عشان هو الورد جميل وحاجات طبيعيه يعني. الحاجه طبيعيه. لا الورد حاجه طبيعيه. فليه علاقه بعيد الحب والحب طبيعي. شوف ازاي انت عبقري. ورد؟ لا ورد ايه؟ مفيش الكلام ده. يا شيخ ايه اللي بتجيب لي انا؟ ما اجيبش ايه ده انت مسيطر. لا هي هدايا الورد ده ما عداش عليا. هي طب حلو يعني كويس. انت ولا بتجيب دباديب ولا بتجيب ورد؟ طب لو مراتك طلبت منك ورد في عيد الحب تقول لها ايه؟ لا شغل الدلع والمواسه ده مش بياكل يعني. احنا مش بتوع الكلام ده. انت هتقضى الفالنتاين ازاي او عيد الحب ازاي؟ في الورشه في الحرفيين. لا السنه دي لا. ليه بقى؟ ما انت قلت لي فيه. انا مش عايز دلوقتي. مش معايا فلوس. مش معاك ماني اللي جيب. ايوه اللي مش معايا هدية. انا لازم اجيب له هدية. طب ولو هي جابت لك وانت ما جبتش بقى شكلك هيبقى وحش. ممكن اسرق واجيب لها هدية. واحد تسرق لا انا هقضيه في البيت على السرير واحنا عايشين مع بعض الخيال يعني. بالدبادي طبعا. لا طبعا هنزل اخد مفاتيح بيتنا عشان امي مش هتدخلني البيت اكيد لما اتاخر. هنزل انا وهي اتفق كده وادي لها الهدية الحلوة وهي تفرح بقى ومع نفسها انا وهي. هتفرح مع نفسها انت وهي ازاي؟ يعني مع بعض يعني في عيال بتجيب عيال فاهماني؟ في عيال بتجيب عيال يعني عيلين واحد بيكون صاحب واحده ويجيب صاحبه محرم يعني. ايوه انا مش بتاع الشغل ده انا وهي كفايه. ايه؟ ايه؟ مش هجيب هديه. ليه بقى؟ ايه؟ ايه؟ مش هجيب هديه. ما هو بيجي لي برضه هديه. لا ساعات بجيبه ساعات لا بأمانة حسب الماني. معايا ماني اجيب مش معايا ماني. انا بنجون عصر على طلع المدرسه دي مفيش واحده ما عرفتنيش وعايزين يمشوا معايا.